ده جزاتي، دي مكافأة نهاية الخدمة يا بناتي. ألف شكر، ألف شكر. حقك علينا يا ماما، احنا ما نقصدش ان احنا نضايقك. يا ماما والله العظيم احنا مقدرين كل اللي حضرتك بتعمليه عشان. لا لا لا، حتة مقدرين، واضح واضح مقدرين مقدرين، أنا شايفة. اه والله يا ماما احنا مقدرين كل حاجة، وعلشان كده بقى احنا كمان هنقول لأرسلنا ان احنا نعيش معاكي في البيت في الشقق اللي فوق زي ما انت عايزة. مرضية كده؟ أنا مصدومة، ومفيش جواز غير بعد ما أتعالج من آثار الصدمة. أمرك يا فندم. الشركة عندنا هتنقل 5 مليون دولار من البنك المتحدين بعد بكرة، وطبعا كنا عايزين شركتكم وهي تقوم بالحراسة. 5 مليون دولار ما شاء الله، في 7 35، ما شاء الله. حضرتك ما تقلقش خالص، احنا عندنا العربيات المصفحة اللي بتنقل الفلوس وبيطلع معاها طقم حراسة مسلح على أعلى مستوى، ما تقلقش خالص. احنا مش قلقانين، احنا سمعة الشركة زي النار على العلم، علشان كده احنا جايين نتعامل معاكم. يشرفنا يا فندم، وإن شاء الله هنكون عند حسن ظنكم، ومش هتتعاملوا مع أي شركة حراسة تانية إن شاء الله. أهلا أهلا. ربنا يخليكي لينا. إيه رأيك؟ ملحها حلو؟ تصدقي إيه بقى؟ بالله إن أنا كنت جعانة جدا. طب اتفضل افتح افتح بقك. هم يا جمل. قولي لي بقى. لا كفاية كفاية يا اختي. طيب يا حبيبي شكرا. أنا والشيخ. قولي لي بقى، عاملة ايه يا نور دلوقتي بعد البنات ما اتخطبوا؟ عاملة زي انثى العنكبوت عمالة ابرم والله. حاسة اني مصابة بمرض ما يقوس منه، مستنية الموت. ليه كده؟ دي حبيبتي التلات بنات ان شاء الله هيعيشوا معاكي في نفس العمارة. انا ايش ضمني؟ بعد الجواز مش هيبقى لي حكم عليهم. أنا صحيح بهزق العرسان في الراحة والجاية عشان ما يتنططوش، بس ممكن واحد فيهم يقول لي أنا جات لي شغلانة برا وهاخد مراتي وأسافر. احمدي ربنا حبيبتي، احمدي ربنا يا نور. وما الواحدة زي أنا في سني ده تعمل إيه؟ جدعة أهو، جدعة في عز الشباب.
ربنا اختار يفرح القلب الحزين ما بشوفوش غير في الأحلام. وأحمد أهو اختار إن هو يبعد عني بكيفه وراح أمريكا. ديك النهار سبت له رسالة على التليفون وقلت له حبيبي يا أحمد يا حبيبي أنت وحشتني أوي أوي، أنا عايز أسمع صوتك يا أحمد وحياتك لحد دلوقتي، ولا طلبني ولا كأنه شاف الرسالة. طب ما أنا معاك يا هو الله، ما أنا جنبك الله، وأنا مش بنتك برضو. ولا يهمك ولا يهمك، أقوم أفتح. لا تفتح إيه، ما خلاص بقى. بس بقى يا أمانة خدي المفتاح. أكيد جعان لسه. أيوه بس بقى. ماما أول ما خلفت أمانة قلت يعني يا رب مش هجيب ولد، بعدين قلت أحسن، ده الواد أول ما شنبه يطلع تحت مناخيره يبقى عامل لي فيها ذكر. ربنا يخلي لي الثلاث بنات يا رب. أنا فاكرة اليوم ده كويس رغم إني لسه صغيرة، كنت زعلانة قوي إن ماما هتخلف، هتجيب لنا حد يشاركني حبها. كان بابا بقى الله يرحمه ما بقاش معانا. أنا بقى كنت فرحانة إن عندي أختين، بس عدالة دايما كانت بتغلس عليا، وكنت راح أشتكي لماما تقوم ضربانا إحنا الاتنين. دكتورة سميح، دكتورة سميحة، دكتور يلي هناك. دكتورة سميحة، حد بيندف؟ أنا عايزة إيه يا أختي؟ أنت مش بتعالجينا؟ نعمل إيه؟ عايزة حاجة؟ أنا نور ودول بناتي. وأنتوا قاعدين هنا ليه؟ مين جابكوا هنا؟ يا سلام يا نور، تصدقي إن أنا من أكتر من 40 سنة ما عملتش جلسة علاج جماعي زي دي. طب الحمد لله. طب عندنا إيه بقى؟ يا بنتي أنتوا ما فيكوش فايدة. طب بناتي، بناتي علاجهم إيه؟ دكتورة سميحة أنا عندي شغل، نعمل إحنا إيه دلوقتي؟ أنتوا مين يا أختي؟ بتعملوا إيه هنا؟ مدام سعاد دياب برا. يلا يا بنتي دخليها، ما تعرفيش تقولي لي وين من هناك، لازم تمشي لك ساعة. مدام سعاد. ميرسي يا حبيبتي. ازيك يا انتصار؟ ازيك يا روحي، ازيك؟ وحشتيني يا جميلة. ازيك كمان. ايه مالك؟ هفرقع من جنابي يا هنط في كرش اللي اسمها نور دي واخلص منها. طب معلش اهدي اهدي، تعالي تعالي اقعدي هنا، اقعدي هنا، اقعدي هنا. انا مش عارفة اقول لك ايه، الست دي بجد ست قميئة. عارفة بقى انا قررت اقعد في بيتنا بكرامتي، ولا هنزل معاهم ولا ليا دعوة ولا هختار حاجة. انا مش فاهمة ايه تحكم الرأي ده، الست دي فاكره نفسها ايه؟ ده ولا هتلر بيعمل كده. طب وبعدين هنعمل ايه في الست دي؟ نسيبها يعني تفترس ولادنا؟ انا ما اقدرش اسيب لها محمود، انا ما عنديش في الدنيا غيره. بصي الحل الوحيد ان احنا لازم نتحد مع بعض، يعني اي قاعده فيها اي قرار لازم انا وانتي نبقى موجودين، رايين ضد راي. صح، لازم نبقى ايد واحده انا وانتي. سعاد وانتصار ايد واحده. الله ينور يا رجالة. ليه ليه كده ليه؟ كبيت الشايع. أنا أحب الشغل اللي بالراحة دي، على أقل من مهلك. عجبتني يا سيد. تحت أمرك يا فندم. يا ست الكل إن شاء الله بإذن الله من النجمة هنقوم ندي صنفرة ونديها وش معجون جديد. وليه من النجمة؟ حد يعني مستعجلك؟
الحيطه لسه ما شدتش اهي. الحيطه شاده ست الكل وزي الفل اهي. لا لا جس كده ما شدتش، وانا قلت ما شدتش، ولما اقول ما شدتش تبقى ما شدتش، ولا شدك انا على السجن؟ لا تمام يا فندم. طب وبالنسبه للالوان ساعتك يا فندم؟ لسه ما استقرتش، هو احتمال يكون ابيض بس ابيض صعب شويه بعد تجيبه من الصين. والمراكب على ما تيجي بقى على ايلول 2018 توصل ندهن ساعتها. صنفر انت، صنفر لغايه ما اقول لك. هنقعد نصنفر يا فندم 3 4. انت مالك؟ انت بتجيب الصنفره من بيتكو؟ الله جرى ايه يا علي ما ترد يا جي. علي انا شفتك فين؟ بص لي كده عينك مش غريبه، انت عليك حكم؟ لا لا حد بياخد معيش. طيب احتمال يبقى عليك حكم، هنشوف بعض قريب. جرى ايه يا رجاله؟ ايه الشغل الجامد ده؟ انزل يالا. ايه ايه شغل الخيش والقش ده؟ ايه العريس واخد العروسه ايه؟ تخليص حق؟ هديها على غساله؟ هات الواد ده، الواد ده عليه قضيه نفقه مراتك عايزاك. لعبت قمار يا اخويا على السفود. يلا يا حبيب، وده كمان بيضرب بيضرب بانجو مع حماده ابليس، فاكرني مش شايفاك؟ وانت استاذ ده هاته، هات ده. يلا يا حبيبي يلا يلا، هشطبوا لي الشقه. ايه احنا هنفرح قريب ولا ايه؟ ميرسي. وحياتك يا انتصار، الست اللي اسمها نور دي مش ناويه تجيبها لبر. تصور انك اكتشفت ايه؟ هي اللي مأخره الشغل في شقق الولاد. ايه ده؟ يعني هي اللي معطله الجوازات بقى؟ عايزه تبوظها. احسن يا ريت، قولي يا رب. وبعدين انت مستعجله على ايه؟ يعني انت مطمنه على ابنك مع الست هولاكو دي؟ لا طبعا مش مطمنه ولا حاجه، بس للاسف ابني بيحب مقصوفه الرقبه بنتها. للاسف للاسف يا عيني يا ابني. بصي بقى يا انتصار، انا خايفه الولد يحزن ويكتم في نفسه، انا بقول لازم نروح نقابلها. ايه؟ نقابل مين؟ هولاكو. لا يا حبيبتي لا يا ماما لا، سوري انا برستيجي ما يستحملش بهدله اكتر من كده. دي ست قليله الادب ولسانها طويل وممكن تهزقنا، مش بعيد تطردنا من البيت. لا لا لا، احنا ممكن نتقابل في ارض محايده. فكره هايله. فين بقى؟ في الاستاد مثلا. كويس قوي. عموما مين فينا اللي هيكلمها؟ انت طبعا. شكرا يا فاطمه شكرا. بصراحه بقى يا جماعه انا مش مبسوط ابدا بالطريقه اللي انت بتتعاملوا بيها مع العميده نور. ليه يا ابني يا سمح الله؟ احنا زعلناها في حاجه؟ ما هي دي المصيبه يا ماما، طريقه السمع والطاعه دي مش عجباني ابدا. ما احنا يا ابني يا حبيبي مش عايزين نبوظ لك الجوازه. لا اطمن يا بابا، الجوازه اعتبرها تمت. تمت؟ تمت ازاي يا كريم؟ يعني تمت خلاص يا ماما بقى. يا ابني يا ابني ما تقاطعش عشان ربنا يتمم لك بخير، وخلينا ماشيين جنب الحيط احسن. لا يا عمي كريم عنده حق، الست دي مش سهله، لازم تعرف ان احنا واقفين في ظهر كريم. يعني قول لي يا ابني نعمل ايه بالظبط؟ يعني يا امي مش كل حاجه تقول لكم عليها تقول لها حاضر، يعني انا في ساعات كده ببقى عايز اعترض بس بضطر اسكت لما ليكم بتوافقوا. ما احنا يا ابني كمان مش هنعترض من الباب للطاق كده. الست بصراحه يعني من يوم الموقف اياه وهي ماشيه معانا كويس. ما هي ماشيه معاكم كويس عشان انتوا بتسمعوا الكلام، ماشيين زي الالف. كريم قصده يا خالتي، جربوا انتوا كده واعترضوا على اي حاجه هتوريكوا الوش التاني. يا حبيبي خلي الوحش يجي منها الاول، الست ماشيه معانا بما يرضي الله، هتورينا الوش التاني هنوريها الوش التالت، ونوريها بقى شغل القلق تية والهق بقى والمق. سيبي الوحش يجي من حماتك الاول مش مننا. طمني يا امي، الوحشه جايه جايه واحنا هنحارب. ازيك يا تفيده يا اختي عامله ايه؟ الحمد لله يا زكي كويسه. ازيك يا اخويا انت وازاي ابوك اللي فضحنا؟ ابوكي ابوكي من يوم ما رجع من الموت وقال للحرف كرين وقال لي من الاوليه وبيجي ياخدوا منه البركه كل يوم. ياخدوا البركه من مين؟ من ابويا؟ اه والله زي ما بقول لك كده، وبعت لك مليون سلام. يلا الله يسلمه. المهم انت ظبطت لي اللي قلت لك عليه؟ كل حاجه متظبطه وحطيتها زي ما اتفقنا. قشطة عليك يا زكي، تربيت اختك يا جدع. حبيبتي يا اختي. ما تجيب سيجاره بقى. انا جايب لك هنا والله العظيم مفرط. مفرط؟ طب هات هات. أين حقوق الإنسان؟ عايزة أتجوز كفاية إرهاب؟ أين حقوق الإنسان؟
انا من حقي اقعد في الكوشه، انا مش منكوشه. لا انت منكوشه. اين حقوق الانسان؟ نفسي في فرح وهيصه وزفه. انا انسانه مش قفه. لا انت قفه. ايه ده؟ عصيان مدني؟ تمرد؟ كده يا بنات نور؟ وانا اللي بقول لكم بلاش اضراب؟ بلاش واقفه عشان عجله الانتاج تمشي؟ اصل يا ماما احنا قررنا ان فرحنا احنا الثلاثه يبقى الشهر الجاي. نعم نعم يا اختي قررنا. ايه قررنا دي؟ انت بقى يا بنت انت وهي ايه؟ انا مش امكم ولا ايه؟ قال قررنا. قال هو انا ايه؟ راس كرومبا في القعده؟ بعدين احنا لسه ما جهزناش حاجات كتير. ما احنا جهزنا كل حاجه يا ماما وما فيش حاجه فاضله خالص. ويا ستي بقى ان كان على العفش احنا هنجيبه كله خلال اسبوعين. هو جاهز ومفروش. نعم 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 يا كتكوته انت وهي. لا يا حبيبتي لا، انا ماليش في الجاهز. انا كل حاجه تتعمل عموله وقدام عيني. اولا مراتب السرير والمخدات والخدديات تتعمل قطن مصري اورجانيك، ومش اي قطن. انا حاجزه فدانين في البلد، هروح ازرعهم قطن جيزه 90، وبعد شهرين هروح المهم قطن قطن. وبالنسبه لمولل السرير، مش اي مولل، المولل من كينيا. كلمت ناس صحابي قلت لهم شوفوا لي 12 شجره من اللي بيتعمل منهم مولل. قالوا لي في شجره اسمها مولالاي، هنقطع لك منها ونبعت لك. وبالنسبه للحمامات هنقفلها كلها رخام، ومش اي رخام، من اوكرانيا. كلمت ناس صحابي، صحاب الناس بتوع كينيا، يشوفوا جبل عندهم يقطعوا له رخام ويبعتوه. قالوا لي استني لما الثوره تهدى في اوكرانيا وهنبعت لك الرخام كله اللي انت عايزاه. وبالنسبه للعفش هنجيب شويه من دمياط وشويه من سمنود وشويه من السنبلاوين. والصيني هروح الصين، هسافر مخصوص اجيب الصيني حته حته، ما بحبش التقليد، كله يبقى على الطبيعه. ايه رايكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك يا ام احنا عايزين نبلغك بخبر. قولي يا اختي انا قلبي بيقلق منك، بس قولي. كل المحلات الاصليه اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي، سواء كانت في الصين او في دمياط او في كينيا، كلها فتحت فروع هنا في الصحراوي. ايه كينيا فتحت هنا؟ ايوه يا ماما فتحت هنا، وفي مولات كتير قوي فتحت على الطريق الصحراوي. في مول في كينيا هنا؟ امال انا رايحه الصحراوي جايه راحه، ما شفتش كينيا دي خالص. انا هوريهولك. توريهولي؟ ده انا اللي هوريكي. اقعد يا بنتي توهية. عايزه اقول لكم ما فيش جواز قبل 9 اشهر، وبعدين انا بعمل فستان والحرده بتاعته هتاخد وقت. والاهم جالي خبر ان الدوده كلت القطن كله، استنوا بقى السيزون الجاي. يعني ايه يا ماما؟ يعني ما فيش جواز، الجواز اتاجل. يا رب ماليش غيرك يا رب. بسر بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجعلني ممن أفوض أمر ولي. يا رب استرها مع بناتي يا رب، الستر من عندك يا رب، استر عرضهم يا رب، ارزقهم يا رب بالزوج الصالح يا رب.
وابعد عنهم أصدقاء السوء. يا رب اختر لنا الخير يا رب وقربه مننا. يا رب أنا ماليش غيرك. يا رب أنا وحيدة وماليش غيرك وقف جنبي وخد بيدي. يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنا سبيشال كويست لاجمل عرسان وعرايس الليل، عايزين نسمع لهم تشجيع كبيره قوي. فين؟ يلا عرسان الفيرست دانس.
دقيقه لو سمحت. امور يا فندم. عايز اروح عند نور، مدام نور. تحت امر حضرتك. لا ما تجريش قوي كده. مبروك يا حبيبتي، مبروك. بعدين معاكي بقى. وبعدين بقى ايه؟ حاسه اني بحلم والله يا دكتور. مش مصدقه. عايزه حد يفوقني. لا معلش خلاص خلاص بقى خلاص. بص يا دكتور بص بيضحكوا بيغزوني. اقوم اضرب؟ لا انا 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 شوفي انا هعمل لك في يوم ايه. طب يلا قومي وريني. شوفي بس منك ليه يا مدام نور. يا لايت. لايت بتقولي لايت؟ لايت يا كامل الدسم. ميرسي مدام كلك ذوق. لا مؤاخذه يا جماعه، لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. ايه يعني؟ اشوف المحكمه عارفين يوجدوا عليها. الف مبروك يا حبيبتي. خلاص سلمنا قبل كده. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. كنا عايزين يعني نقول لك يعني ان 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 الاوان يعني ان احنا نبدا صفحه جديده، صح يا ستات؟ صفحه جديده من الحب والموده، ده احنا هيبقى في بينا دم وعيال واحفاد وكده، صح يا ستات؟ في ايه؟ في ايه؟ صح صح طبعا. هتفرجوا علينا الناس ولا ايه؟ استر يا رب، يا رب خير، يا رب يا رب خير. ايه ده بس يا كريم؟ خير ان شاء الله. انتوا عارفين ان هم لقيوا جرسون مقتول في اخر القاعه؟ يا دي المصيبه، يعني ابني يوم فرحه بدل ما يدخل على عروسته يدخل يعمل عمليات. مساء الخير عصام مصباح وكيل النيابه. اهلا اهلا. العميد نور مأمور سجن النساء. مساء الخير يا سيادة العميد. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. كنا عايزين نعرف بعض المعلومات عن ملابسات الجريمه اللي حصلت النهارده، ويا ريت بدقه تامه يا سيادة العميد. حاضر. نطمن بس على الست اللي بتعمل العمليه في اوضه العمليات، وكلنا اوعدك هنقول لك ايه اللي حصل بالتفصيل. يا دكتور طمني، ايه الاخبار؟ الحمد لله ده كريم. الاستاذه كانت في دراعها شلناها لها، وان شاء الله يومين هتبقى زي الفل. الحمد لله. هي شرف فين؟ شرف اختي؟ لا اخت انا. سبقتنا على البيت. طب سلام عليكم. انت رايح فين؟ البيت. انت رايح فين؟ رايح البيت يا حماتي. البيت يا حماتي. البيت يا حماتي. وكيل الدنيا بقى عايز. سيبي سيبي ابني سيبي. Thank you.
خلاص بناتك اتجوزوا بقى، طب ما تفرحي، انت زعلانه ليه؟ اتجوزوا تفرحي، طب انا هعيش لمين؟ انا هعيش لمين؟ انا ليه لازمه من غيركم؟ انا اسفه يا بناتي والله، أنا كنت ماسكة فيكم بإيدي وسناني عشان خايفة عليكم، خايفة عليكم، خايفة عليكم بالزمن، مش أنانية مني والله، مش أنانية، أنا بحبكم ونفسي تفرحوا تتجوزوا وتخلفوا، يا رب يا رب اجعل حظهم أحسن من حظي، يا رب يا رب اسعدهم، يا رب يا حبيبي كانوا بيسمعوا كلامي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. فين عليك البيت يا نور؟ كنت عمالة تأجلي في اللحظة دي، وانت عارفة من جواك انها جاية جاية، الست لما بتطمن لراجل ويخدعها بتدبل، بتدبل زي ورقة الشجر، أنا طلعت من الدنيا دي بيكوا انتوا بس يا بناتي، انتوا بناتي واخواتي وحبايبي، أنا آسفة، أنا آسفة. إيه ده؟ مين اللي بيخبط كده؟ هشوف يا شرف. إيه؟ دكتور لو سمحت كنت عايزة بنتي في حاجة. ماما صباحية مباركة. يا حماتي محمود. يا شرف. يا محمود. يا شرف. يا محمود. يا جماعة ما يصحش. يا جماعة حد يفتحلي يا شرف، هقول له ايه ده؟ I love Egypt، مصر بلد جميل. اوكي اللي بيحصل ده ربنا يسامحك. يلا باي باي يا حبيبتي. يا نجم. ايوه انت. ايه يا ابني؟ انت ايه اللي رميك في الشارع كده؟ انتوا اتخانقت ولا ايه؟ لا ما اتخانقناش. امال ايه؟ حماتي مالها؟ طردتني. حماتك ايه اللي يا بابها جوه؟ ما اعرفش، هي عايزه تطمن على بنتي. وفي حد بيطمن على حد فيهم زي ده؟ حماتك. ده احنا شكلنا هنشوف ايام سودة. هنشوف ايام سودة، احنا بنشوف ايام سودة. تعالي تعالي، انت لابسه كده كويس، لابسه كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ انت رايح فين؟ انا رايح ازور ماما في المستشفى. نعم؟ تزور ماما في وقت زي ده؟
تسيب بنتي ليله صباحيتها الناس تقول علينا ايه؟ طبعا يعني اعمل ايه؟ ما انا امي برضه مضروبه بالرصاص في المستشفى لازم ازورها. ايه ده؟ ايه ده؟ ده حته رصاصه في كتفها. ده انا يا ابني خدت رصاصتين في رجلي اتكسفت اخرجهم يا ابني سايباه. يعني حضرتك ربنا يديك الصحه، لكن انا امي ست غلبان على قد حالها. اه عندك حق، روح لامك يا حبيبي. اصيل اصيل روح لامك، وانت يا ريت ما تروح لامك يمكن محتاجاك. لا لا مش اصيل. الواد الثاني فين؟ يروح لامه هو كمان. ايوه يا ابني يا حبيبي يا تعالى يا بنتي. اهلا اهلا، تعالى تعالى، امك بتنادي عليك حبيبتي. حبيبتي ايه الجو؟ وحشتيني. اسره مع بعضيهم يا راجل. اقف اقف شوف اخرتها ايه. تعالى تعالى يا حبيبتي. وحشتيني. وحشتك. هو في ايه؟ قولي لي. امانه امانه اوضتها فين؟ امانه اوضتها فين؟ امانه اوضتها فين؟ حبايبي 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 وحشتوني. ماما تعالوا بس اشوف اختكم. اختكم فين؟ اهلا اهلا. امانه حبيبي حبيبتي تعالى تعالى ادخلوا يا بنات ادخلوا ادخلوا. وحشتوني وحشتوني يا ابو. تصبحوا على خير تصبحوا على خير. انا لا حيطان تهمني ولا بيبان تلمني. انت تتبهدل البهدله دي يا شيخ، حرام عليكي بقى. اول طياره عدت من قدام البيت ركبت وجيت. ربنا ينتقم منها. ايه في ايه اللي ممكن يكون في علاقه بينها وبين نبويه التمساح؟ على فكره انا مش مرتاحه. حرام عليكم حرام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي بيزعق هنا؟ هو ايه العداء الغريب اللي ما بين مامي وحمات عمرو؟ حضرتك معاكي مفتاح شقتي انا ليه؟ جرايه يلا، ده تاخد البت من قدامي وتسيبني قاعده لوحدي.